ابد ما تناقش هذا الموضوع. بالعكس احنا شان المناقشه، احنا ندعم المحافظه، ندعم المحافظه، احنا نسمع من عنده شنو احتياجاته، الاشياء اللي ممكن نقدر نجيب مثلك اللي عنده داخل المحافظه نراقبها ونشوف عملها ونقيم عليها، والامور اللي ما تخص الحكومه الاتحاديه راح نكون احنا هون لم ندعمها بالحكومه الاتحاديه، وخصوصا باللجان مثل لجان المجلس النواب راح نتوزع عليهم حتى يكون دعمنا المحافظه، لازم يكون عضو باللجنه الماليه حتى يخدم المحافظه، لازم يكون لنا وزير للمحافظه او نسعى بتشكيل حكومه. يعني هذا اللي ناقشناه، لا المحافظه حاليا وفي الوقت الحالي لا ما تتحمل هيك موضوع. وبعدين انت ممكن تتم تغيير بدون ما انت تقيم الناس وتشوف عملها، يعني يلا تقدر تغير، يعني حتى يكون شنو، حتى يكون اطمئنان وظيفي، حتى يكون ثبات، حتى الموظف يقدر يشتغل. بعدين احنا بدايتنا كعمل ما نقدر اول بدايه نروح نقيد، يعني ما ممكن، يعني اذا ما نقدر نشوف يعني نتابع، والجيد احنا نكافئ ونشكره، والمقصر ليش الساعه راح يصير الموضوع نقاش. بهذه الظروف يعني هذه الظروف الصعبه اللي تمر بها محافظه النقاب دون المحافظات الاخرى، يعني بصراحة يعني وضع المحافظة استثنائي، انت ما تقدر تطي خلينا نقول تنقط على التقييم بهاي الفترة، يعني الجهات التنفيذية احيانا نعبرها بتقصير بالتنفيذ بسبب وضع الامن اللي جاي يصير بالمحافظة.